يهبون لي زمر متحف الأوكيونوسي للقيام بحفل وإتمام مشروعنا المماهي. الأكواريوم الذي صنعناه ونهديه للأطفال المرضى بالمستشفى. هذه هي التذكرة التي سندخل بها لمتحف الحوت. ما نوع هذا السمك؟ هذا السمك سمك الأحمر، يعيش في بلد الصين في الأودية، وفي يعيش في الوادي العذبة. ما الذي يأكله؟ يأكل الأكل الخاص به. وهل هذا هو القط الأزرق؟ سمكة تدعى الشلي، إنها كبيرة جدا، انظروا إلى فمها، أستطيع أن تستطيع، أنا لا أصدق عيني. ما أجمل ألوانها. الببغاء، سمكة الببغاء. وهي سمكة الببغاء تعيش في المياه العذبة. ما هذه السمكة؟ سي حجمها أدنى 30 سنتيمتر. درجة الحرارة من 22 إلى 28. وعائلتها اسمها سشل. سشل بخير. إنها سلحفاة الأودية وهي تعيش في المياه العذبة. هنا توجد بعض المعلومات على الأسماك. سنأخذ نماذج آفية تجميل المماه. هناك أحجار وأصداف وعدة أشكال أخرى. وأيضا هناك مجموعة من الأحجار. هذا رائع. لقد فكروا المشروع نافع. في بعض المعلومات الثمينة. هذه سلحفاة بحرية. هذه معدات الأكسجين. هذه الأجهزة تحافظ على حرارة المماه واعتدال حرارة المياه. انظروا لنجمة البحر، إنها جميلة. وكأنها بيئة بحرية حقيقية. قمنا بزيارة متحف الحوت صحبة معلمين وأوليائنا. سجلنا العديد من الملاحظات، ما سيساعدنا على إنجاز مشروعنا.